يا مساء الخير، يا مساء السعادة، يا مساء الفرح، يا مساء الحب، يا مساء كل يوم جديد معانا خير جديد ومعانا فرح جديد. طبعا أنا بحب دايما أنا أكون دايما متفائلة وإن الحياة دايما كلها حلوة، وأي حاجة بتحصل معانا في يومنا أو في ظروفنا ده شيء عادي مقدر. أنا هحكي لكم النهاردة يومي، لأن أنا بالنسبة لي يومي النهاردة كان غريب شوية. تمام؟ هشارككم يومي. أنا كنت ناوية أعمل مقدمة تانية بس هحكي لكم حاجة تانية. انا طبعا جايه عادي، العربيه لقيت وانا ماشيه العجله نامت. عادي، بتحصل كتير. ماشي، بس بعد ما مشيت بيها شويه. تمام، بنشوف الاستبن، الاستبن كمان بايظ ما ينفعش. عادي جدا، اضطريت انفخ اللي انا ماشيه بيها وارجع بيها بسرعه البيت. حطيتها. تمام، اعمل ايه؟ اطلب اوبر او كريم، اي حاجه بقى بتوصل. لازم اجي، انا مش عنديش حاجه تانية اعملها. اضطريت ايه؟ اجيب اوبر واجي. عطل بيا في السكه. عادي جدا، بتحصل برضو. عربيه ضمن العربيات اللي ممكن تعطل، مفيش مشكله، مش كده غدروتي، احنا تمام. تمام، اطلع من العربيه التيشيرت يتشد. عادي برضو، مفيش مشكله. الجزمه بتتخلع برضو، عادي. تقريبا انا متسنده بطوب يعني، وانا ده حاجه زي كده. النهارده كان يوم بالنسبه لي يوم غريب، يعني يوم عارفين اللي تحسوا اليوم مش بتاعكم، هو ده اليوم اللي مش بتاعنا، يعني هو ده كان احساسي النهارده. فاحنا النهارده بقى نبدا اليوم اللي عدى ده خالص، تمام، ونبدا هو من واحده وربع نبدا اليوم الحلو. فالنهارده مشرفوني ومنوروني يا جماعه، معايا دكتوره شيماء محمد، اخصائي طب الاسره. هنعرف ايه موضوع طب الاسره؟ انا عن نفسي لما قالوا لي ان في موضوع عن طب الاسره، انا عن نفسي ما اعرفوش. تمام، فانا جايه النهارده اعرف. اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا بك يا استاذه رولا. طب الاسره هو مرادف للطب الشامل، طبيب بيعرف في كل فروع الطب. يعني ممكن يكشف، يعني بيتعرض الأمراض الحادة، الأمراض المزمنة للأطفال، البطنة، النساء، الجلدية، الأنف والأذن. ده معناه إن هو بيبقى هو أول واحد في المنظومة الصحية. تمام، يعني أنا مثلا أنا من يوم ما كنت باعية زمان، تمام، كان بيجيلي بقى احتقان في الزور، مغص في معدتي، صداع في دماغي، أيا كان، كان كل واحد ليه دكتور، يعني أنف وأذن وحنجرة، بطنة وقلب، مخ وأعصاب كده. أنا بالنسبة لطب الأسرة ما سمعتش عنه، إمتى أروح لك؟ يعني إمتى أبدأ إن أنا أقول إن أنا إيه؟ لا ده أنا لازم أروح الأول لدكتور طب الأسرة تشخصني وتعرفني إيه أنا أعمل إيه؟ تمام، طبيب الأسرة هو أول طبيب في المنظومة الصحية، ده أول طبيب المفروض كل أسرة يبقى لها الطبيب الخاص بيها، يعني بيتعرض للطفل من الصغير للكبير، بيقدر يكتشف الأمراض، يعني إيه؟ كشف مبكر لأي أمراض. يعني مش لازم أبقى مريض عشان أروح للدكتور. يعني لازم ألحق نفسي في الأول، لازم يبقى فيه أعراض، إن أنا لازم يبقى فيه كشف دوري، كشف، يعني مش هروح عشان أنا تعبان. مش هروح عشان انا تعبان، مش يعني لازم يبقى فيه متابعه دوريه. انا بكشف، انا لما بتابع المريض بتابعه من فوق لتحت، يعني من اول شعر راسه لحد رجله، يعني ان انا يعني شعرك فيه بيقع، نظرك فيه مشكله، عينك فيها مشكله، الاسنان بتاعتك فيها مشكله، صدرك فيه مشكله، في اي في امساك، في اسهال، في اي وجع، في اي في امراض العظام، في اي حاجه احنا بنتعرض له من فوق لتحت. فمش لازم ان هو ممكن في اعراض انها تبقى مرتبطه ببعضها تشخص للتشخيص تاني خالص. يعني طب الاسره هو بيشخص المرض لو انا مش عارف ولا العرض؟ بيشخص المرض ويعالج العرض. بيشخص المرض ويعالج العرض. تمام، يعني انا اروح لك لما احس ان انا تعبان في حاجه ومش عارف هي ايه، مش عارف أروح هي ايه، يعني اتجه لمين؟ يعني مثلا عندي، ما انت هتتجهي برضه في نفس الوقت، خلينا في حته الجنب مثلا، دي دايما بتبقى مشكوك فيها، ما بين دي كلى، لا دي مراره، لا ده كبد، الجزء ده كله ملزق في بعضه كده، ما حدش هو فاهم هو بيروح فين وجاي منين. في الحاله دي مثلا اروح اقول لك يا دكتور انا الجنب مثلا ده تعبني كده، ومش فاهمه هو مين اللي تعبني في الموضوع، ما انا مش عارفه بقى فين اللي ايه. انا فكره طب الاسره كمان ان هو بيبدا ان انا باخد تاريخ مرضي للاسره من الاول للاخر. ان انا مش متابعاكي دلوقتي بس، انا متابعاكي من زمان، يعني دي اول مره تجيلك ولا حصل قبل كده، في اي امراض عندك في العيله ولا لا، في اي حاجه، انا دي مش اول مره اشوفك. يعني انت بتاخدي بقى بتشوفي بقى اذا كان ان عندها انا سكر، انت عندي من زمان، وانت تكوني يعني تكوني عارفاها.
انا طبعا انا عارف يعني طب الاسره هو يعني بيبدا زي طبيب الاسره، زي طبيب الدكتور اللي كان زمان اللي هو له سجلات، في سجلات للمرضى. كان زمان يقول لك ده دكتور العيله. بالظبط، هو ده بقى طب الاسره ولا ده طب الاسره؟ هو ده اللي هو زي ده دكتور العيله مثلا، اللي بيبقى بيشخص ده سخن، اه ده اكيد ده مش عارفه جاله دور برد، فمش عارفه اديله ايه، انتينال، مش فاكره الادويه اللي كانوا بياخدوها دي بتاعتنا احنا. اه دي بتاعتك انت اللي تقوليها. تمام. ده عنده مش عارفه شويه مغص، اديله ايه يخف، يعني اللي هو بيعالج العرض قلنا، ويشخص المرض. ويشخص المرض. هو دكتور، هو طبيب، هو دكتور بس في كله، في كله يعني في كله. دي مش معناها ممارس عام. مش معناها ان هو ان الفرق أنا بينه وبين طبيب العام ايه؟ الطبيب العام يعني ايه؟ يعني انا طبيب الاسره علشان يتخصص ان هو عدى بفتره امتياز، فتره تكليف، فتره النيابه بتاعته عشان يتخصص. لسه بقى ان انا عشان ادرس عشان ابقى اخصائي في الحاجه دي لسه فيها 4 سنين 5 سنين تانيين، يعني 10 سنين عشان نقدر نقول ان ده طبيب الاسره، ان ده اللي انا اقدر اثق فيه. انما هو علشان في عجز في الاطباء عندنا ان هو الممارس العام مجرد ما هو بيخلص الامتياز بيروح مكان اللي هو بيشتغل فيه طبيب الاسره، فالناس اختلط بينها الامرين. اه يعني ده حاجه وده حاجه تاني. اه اللي هو ممارس عام ده بيبقى تحت الاختبار، ان هو لسه بيشتغل بخبرته في فتره الدراسه بتاعته، في فتره الامتياز بتاعته، بس لسه ما خدش شهاده. ما خدش الشهاده، لكن طبيب الاسره هو طبيب الاسره هو زي اي تخصص، خد الشهاده بس يقدر يشخص المرض ايه. تمام، يقدر. او عرض المرض ايه، ويبتدي يوجه بقى للدكتور. وهعالج. هتعالجي؟ هشخص وهعالج. تمام. احنا يعني انا عايزه اقول لك ان انا بقول لك من ضمن الناس اللي اول مره اسمع عن دكتور طب الاسره، انا اول مره في حياتي اسمعها. بس انا يا ريت والله، يعني هي الفكره بالنسبه لي هي حلوه جدا جدا، يعني يكفيني ان انا لو ما لقيتش مثلا، انا مثلا تعبان بمعدتي مثلا وما لقيتش دكتور دلوقتي قلب وبطن، انا اروح له ولا تمام هروح له طبيب الاسره؟ هو الطبيب الاقرب ليكي. آه هو بالزبط. اقرب، هو كمان ميزته ان هو في كونكشن بين كل التخصصات، يعني انا في ان انا عارفه في ده وعارفه في ده وعارفه في ده، بتابع كل افراد الاسره. يعني انا بدات من الطفل وهو صغير، ومن اول ما اتولد وانا متابعاه لحد ما بيكبر، واقول لا ده كان فيه وهو صغير كذا، لا ده حصل له مامته كان فيها كذا، والده كان فيه كذا، في اي طب حاجه. انت على مستوى في عائلات دلوقتي فعلا بتبقي ماسكاهم مثلا طبعا ومتابعه حالتهم اول باول، يعني بيجوا مثلا يقول لك الولد مش عارفه حصل له ايه وتعب ورجع ومش عارف. اه ما هو انت من فاكر ما هي تحكي لي انا خلاص انا اوريدي عارفه كل اللي فات اللي حصل له قبل كده. طب حلو، صدقيني الموضوع ده حلو يا جماعه، يعني اول مره اسمع عنه على فكره، يعني بجد حقيقي. يعني انا امبارح لما كتبت لقيت في تليفونات جات لي امبارح من ناس، ماشي هو ايه طب الاسره؟ يعني قلت لهم صدقوني هنعرف بكره، يعني بكره هنعرف مع بعض ايه هو طب الاسره. بس اكتشفت ان هو حاجه حلوه، لان انا من لما بروح مستشفى احيانا ما بلاقيش الدكتور المتخصص في الحاجه اللي انا محتاجاها في الوقت ده، ففي الحاله دي هتجه لطبيب الاسره، هو هيفيدني ولو كده هيبقى ممارقه معايا على طول. بالظبط، انا عارفه حالتك من الاول، انا مش محتاجه ان انت تعرفيني بنفسك. انا مش محتاجه ان انت تقولي لي ده انا كان عندي كذا، ده انا خدت علاج كذا، ده انا كان عندي كذا، انا اوريدي عارفه ده كله. انت بتبقي عارفه خلاص، عارفه في سجلات لكل عيله. آه. لكل اسره في سجلات من اول، يعني من اول فرد، من الاب والام والجد والجده. ده انا هعجلك من دلوقتي يا صلاح، بس انا عديت سنين فاتت كتير، انا هعجلك بدايه من دلوقتي ونبدا نفتح سجلات جديده، ونبدا نفتح السجل من دلوقتي ونبتدي. أيوة. فيه ايوه، وبيبقى لكل افراد اسرتك انه احنا بنعمل وعي شامل، ان انا مش لازم العيان يجي لي عيان، مش لازم الانسان يجي لي عيان عشان اقدر اقول لا. طب ما انا ملحقه يعني بفرض، مش هنتعرض للاعراض الخفيفه اللي هي مثلا نزله معويه، التهاب في صدره، الكلام ده كله لا. انا ممكن نكتشف يعني امراض خطيره، امراض سرطانيه او الحاجات دي كلها من غير، من قبل ما تبدا، من قبل ما العيان يشتكي، ان هو في فحوصات دوريه احنا بنعملها. يعني انت لما يجي لك حد مثلا يقول لك انا مش عارف حاسس ان انا صداع جامد كتير، وموضوع الصداع ده دايما يعني ليه مليون الف حاجه، عارفه اللي هو يقول لك لا طب ما هو هنا ولا ورا، طب قدامه ولا بالزبط. مش عارفه من جنب، فتحسي ان انت لا هنا، يبقى انت ما نمتيش كويس، ما شربتيش قهوتك، ما عملتيش مش عارفه ايه. طب ما انا ببقى عارفه العيان ده من زمان، يعني مثلا هو اول مره يشتكي من العرض ده،
ولا هو مثلا بقاله فتره بيشتكي منه ان انا هطلب له تحاليل وفحوصات تانية واشعاعات تعرضني لتشخيص تاني خالص من بدايه من ما وبالفعل انا بعمل الفحوصات مش انا بس، اطباء الاسره على مستوى الجمهوريه، هي مش على مستوى العالم كله، ان هي دي فحوصات دوريه بتعمل لكل فرد في العيله، ان لكل هي فرد يعني انت كل 6 شهور ممكن تكوني بتطلبي منهم كمان بعض التحاليل طبعا. زي ما بيعملوا اللي هي كل 6 شهور تحاليل دوريه، في فحص شامل، الفحص الشامل ده بنعمله عشان نطمن على صحه المريض، مش لازم يجي يقول لي ده انا عيني مش شايف بيها. طب انا ما عامل فحص قاع عين قبل كده وعارف ان هو مثلا في خلال 3 شهور اللي فاتوا كان كويس، يبقى انا في حاجه تانية هي اللي سبب في كده. طب انت بقى يروح لو مثلا عينيه تعباه وانت عارفه تشخيصه المرضي، انت يروح بقى لدكتور العيون مثلا لو في حاجه مثلا ايه زياده في ضغط العين، حاجه خاصه بيهم هم، حاجه خاصه بحاجه مركزه في العين، ان انا مثلا ميه بيضاء على العين ان هو يتحول فيها في الجراحه بقى، ان انا يعني خلاص انا شخصت ان هو ده كذا، ان هو مثلا عنده ميه بيضاء على العين، بس في الحاله دي لازم بس علاجه مش عندي، علاجه جراحي يروح لدكتور الرمد بتاعه عشان يعمل الجراحه او يسحب. ودكتور الرمد ده انا ببقى على اتصال بيه، لان انا كأنا فرد من العيله بتاعته، كأنا فرد من اسرته، عارفه كل حاجه عنه. طب حلو، ده بيقرب يعني، بيبقى يعني كل افراد الاسره بتبقى حاسه بالامان ان في حد متابعهم عن قرب، ان في حد مع على علاقه شخصيه بيهم اكتر من هو طبيب. علاقتي الشخصيه بيكي هتتوضد جدا الوقت الجاي من وضع انا وانتي، هنبقى يعني حاجه كده اقول لك بقى تاريخي بقى كله ونبدا بقى من جديد مع بعض. تنورينا والله. طيب هسالك بقى، احنا طبعا انت عارفه ان احنا في كورونا ودي ما نقدرش ان احنا ما نقولش ان ما فيش، او ما نقدرش نقول نخبيها او مش هنتكلم عنها. لا هي موجوده. هي موجوده ومضطرين ان احنا دايما نتكلم فيها ومضطرين دايما ان احنا نقول هنعمل ايه. الاعداد كل يوم بتزيد، احنا واصلين دلوقتي اخر حاجه كان 500 ل 5 488 و408 كمان 488، يعني خلاص داخلين في ال 500. احنا رايحين لفين؟ كل اللي بقدر اقوله لكل ام لكل اب من فضلكم اقعدوا في بيوتكم. انت بتجيلك ناس عندها تشخيص كورونا بتشخصي كورونا؟ انا اي مريض، انا يعني انا يعني بتعامل مع اي مريض ان هو ممكن يبقى عنده، لازم نبقى واخدين احتياطاتنا اللازمه، الوقايه بس بتاعتنا الوقايه المريض نفسها، يعني بتعرفي طبعا ان هو عنده إن خلاص. احنا بندي له علاج في الاول، ان هو ده وزاره الصحه يعني منبهه علينا ان احنا بندي علاج في الاول في تحسن، وبنبه عليه انه يبقى في عزل منزلي في البيت، ان ما كل واحد يبقى له ادواته الشخصيه، ما فيش حد تنظيف الحمام على طول والحاجات دي، وادوات شخصيه على طول يبقى فيه نظافه. فده بننبه على رب الاسره كده، وبننبه على الام ان هي اكتر واحده مسؤوله عن حفاظ حياه اولادها، فسواء تحافظ على حياتهم هم وحياه اولادها فهي المسؤوله. تمام. فلازم ان هو لازم ان انا ما مش فتره عيد بقى ولازم ننزل نجيب لبس العيد والكلام ده كله، ده لبس أنا العيد أنا لازم نحافظ وهنقيس وهنحط وهنشيل، ولا ده ضيق لا ده واسع، وممكن يكون حد لبس اللبس ده قبل كده وقاسه وانت جاي تقيسه او انت جاي تقيسيه او تقيسيه لاولادك، فخافي من الحته دي، يعني خافي من حته لبس العيد. انا شايفه ان هي مش وقتها الصراحه خالص. صح، انا لازم البقاء في المنزل ده عشاننا وعشانكم، ان احنا يعني لازم نحافظ. تليفون امنيه من اسكندريه. الو الو ايوه يا امنيه. ايوه ازي حضرتك؟ ازيك يا حبيبتي، اتفضلي. طيب ابعدي عن التلفزيون يا امنيه عشان نسمعك كويس. حاضر. سؤالك ايه يا امنيه؟ الو اتفضلي. انا بنتي عندها 7 سنين ووزنها 18 كيلو. عندها ايه؟ بس عندها 7 سنين ووزنها 18 كيلو. ما بتاكلش خالص يعني، ما فتح شهية ما فيش فايدة. عندها كام كيلو؟ 15 ولا 18؟ ما فيش أكل. سامعاني يا أمنية؟ 18 أوكي. 18 كيلو. 17 كيلو. وما بتاكلش خالص. أوكي، ما بتاكلش خالص. تمام.
انت سؤالك بقى عايزه تعرفي ايه اللي المفروض تعمليه علشان البنت تتفتح نفسها وتاكل. الو؟ هي كان عندها ديدان وخدت علاج وخلاص مفيش حاجه دلوقتي، بس برضه مش بتاكل. تمام. طيب تمام تمام يا امنيه، ماشي، شكرا يا امنيه. عايزه اقول لكل ام ان احنا عندنا في طب الاسره، يعني في مراكز طب الاسره ومن خلال المستشفيات وفي مستشفى دكتوراه، وبنحاول ان احنا نقدم اكبر خدمه طبيه لان احنا نحافظ على صحه الاسره بالكامل. ان انا الطفل بتابعه ازاي؟ ان انا الطفل بتابعه بكراسه التطعيمات بتاعته، ان انا بتابع ان انا النمو بتاعه من هو من بعد 6 اسابيع من الولاده ماشي ازاي. انا كراسه التطعيم فيها منحنيات الوزن والطول والحاجات دي كلها انا بتابعها، المنحنى ده ماشي معايا مرفوع لفوق ولا بينزل وبيطلع، في حاجه مرضيه انا بكتشفها قبل ما الطفل بيشتكي. تمام. فانا لازم ان انا بتابع التغذيه بتاعته، وده كله بيبقى مع طبيب الاسره، ان انا متابعه التطعيمات، متابعه النمو، متابعه التحاليل الدوريه، ان انا اشوف في ديدان، في انيميا، في اي حاجه. ان انا من مشاكل ان انا انسداد نفس الاطفال الانيميا ديدان، مش شرط ان هو انا اريد ان انا عامله فحوصات دوريه مطمنه ان الطفل ده ما فيهوش مشكله. بس يعني هي دلوقتي طالع. يعني هي دلوقتي امنيه تروح تشخص لبنتها مثلا تعمل لها تحليل ديدان؟ لازم في تحاليل دوريه، وده بيتعمل في طب الاسره. يعني قولي لها ايه اللي ممكن تعمله علشان بنتها، يعني اول حاجه قلنا اول حاجه ديدان. نتوجه لطب الاسره. تمام. لطب الاسره هو هيقدر يقول لك ان هو بكراسه التطعيم بتاعتك احنا الطفل ده كان من سنه كان وزنه كذا، ممكن السنه اللي فاتت كان وزنه 14، السنه دي بقى 15، السنه اللي بعدها بقى 16، يبقى انا الطفل ده ماشي كويس. الطول بتاعه انا مش شرط ان هو طالما في عندي في كراسه التطعيمات ان انا في منحنيين انا ماشيه بيهم. انا المنحنى بين الطبيعي ممكن يبقى على الطبيعي القليل، بس انا في المعدل الطبيعي. بس يا بنتها 7 سنين اعتقد ان هي خدت كل التطعيمات كده، خدت كل التطعيمات لحد سنتين، التطعيمات الاجباريه بتاع وزاره الصحه بتبقى خلاص خلصت كل التطعيمات والدنيا دي. هي المشكله دلوقتي عندنا هي بتقول ان بنتها مش بتاكل ووزنها 17 كيلو. هنتجه لطب الاسره، هنعمل الفحوصات بتاعتنا، هنعمل تحاليل الدوريه اللي هم هنطلبها منها، ايه اللي هو الفحص الشامل، ان انا بعمل فحص شامل للطفل في اي حاجه مرضيه في اي حته في جسمه. طيب ساعتها انا بقدر. معانا تليفون مدام سماح من القاهرة. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي يا مدام سماح. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا بيكي يا حبيبتي، اتفضلي. ممكن اعمل مداخلة مع الدكتورة بس اسألها على حاجة؟ اتفضلي معاكي الدكتور. طيب لو سمحتي يا دكتورة، انا عندي نزيف وصداع وهزلان، مش عارفة اروح، يعني حضرتك ترشديني اروح لطب اسرة ولا نسا ولا باطنة، مش عارفة. وبعدين حضرتك عارفه ان دلوقتي معظم المستشفيات يعني عشان الظروف اللي احنا فيها وكده الناس بقت تخاف. حضرتك متحمس ايه؟ تمام. ماشي، شكرا يا مدام سماح، هنجاوب عليكي دلوقتي. تعمل ايه بقى؟ هي بتقول لك ان هي عندها نزيف. السؤال هتقولي ان هو ده لمين؟ انت من السؤال هتقولي ان دي حاله نسا. طب الاسره بيشوفها. طب الاسره بيشوفها ويشخصها ويعالجها. ويعالجها. امتى امتى يخليها تتوجه مثلا اذا كانت هتروح نسا او هتروح مثلا جراحه او هتروح حاجه تانية؟ يعني طب الاسره ان انا ممكن هشوف انا بالفحص المهبلي وفحص بالسونار وده كله انا بقدر اقيم الحاله، الحاله دي فعلا محتاجه تدخل جراحي ولا لا. في حاله التدخل الجراحي انا بوجهها لدكتور النسا. تمام. انما كعلاج انا اقدر اعالجها، اقدر اشخصها، اقدر اقول لها انت ومعرفه ان انا لازم يبقى في وعي عند الناس، ان يبقى في سجلات، وان هو لازم يبقى في متابعه دوريه ليهم، ان انا عارفه بالفعل ان انا ايه الاحداث المسبقه بالنسبه لها، هي مثلا بتستعمل وسيله ايه، ممكن وسيله تنظيم الاسره بتاعتها هي اللي عامله لها المشكله دي، ممكن يكون ان هو في حمل ولا حاجه وفي نزيف فده كله. تمام. بتبقى هنطلع لفاصل صغير، هنطلع لفاصل صغير، استنونا بعد الفاصل هنكمل مع طب الأسرة. We'll be right back.
الامام غرفه العمليات ومعايا دكتور عبد العال دياب استشاري جراحه التجميل. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا قلب الحدث جوه العمليات. احنا بنرحب بيكم. هو طبعا المستشفيات دي من المستشفيات المحببه جدا الى نفسي، طبعا بسبب اليد الاساسيه فيها دكتور عاطف، الحقيقه أنجز فيها العديد من الإنشاءات جوه، وفيها إمكانيات أنا بتمنى إن أشوفها في حتت كتيرة وأماكن كتيرة قوي. المستشفى هنا على قدر ما هي في مكان الحمد لله إلى حد كبير شعبي، لكنها بتتميز بتجهيزات بتفوق العديد من المستشفيات الكبيرة، فيها كل التجهيزات اللي ممكن تريح الجراح، وبتقدم فيها فعلا كل الجراحات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، حتى العمليات ذات المهارة بأسعار فعلا إحنا حابينها، وإحنا حابين إن إحنا نوصلها للجمهور بالسعر ده علشان نرضي أهالينا. يعني الأسعار بالنسبة لهنا بتبقى أقل من أماكن تانية جديدة، أقل من أماكن يعني بسعر شعبي جدا بخدمة متميزة، ودي يعني جايز تكون شهادتي مجروحة لأني أنا شغال فيها، لكن في مصداقية وتقدري حضرتك تطلع عليها بنفسك. أكيد يا دكتور. عايزك بتشرح لي إيه مجال الجراحة والتجميل أكتر؟ هنا مجال الجراحة العامة والتجميل الحقيقة الحالات كلها بنستقبلها، بنبتدي بالعيادة تحت بتوقيع الكشف الطبي عليها وتوقيع الفسكان في فحوصات إشاعات أو تحاليل، وبعدين لو احتاجت جراحات طبعا مجال الجراحة العامة معروفة اللي هي مجالات الإصابات ومجالات جراحة الجهاز الهضمي كلها، والتجميل بقى إذا كان فيه فعلا التجميل الحقيقي أو التجميل الأساسي، تجميل الوجه والفكين، أو حالات ما بعد الحروق إذا كان فيه حروق أو ما بعد الحروق، أو التشوهات والعيوب الخلقية وتشوهات القوام. بنشكرك جدا يا دكتور بجد معاملتك معانا النهاردة، بجد كنت منورنا جدا، ميرسي جدا يا دكتور. أنا سعيد بكم ونورتونا. مشاهدينا هنكمل دلوقتي جولتنا داخل المستشفى. دكتور محمد عبد المتعال استشاري أطباء الفم والأسنان من داخل مستشفى دكتور عاطف نور الدين. اهلا بحضرتك يا دكتور منورنا. طيب انا عايزك دلوقتي تشرح لي ايه بقى طب الاسنان، عشان انا من الناس اللي بتخاف جدا من الاسنان وناس كتيره جدا بتخاف منها، قول لي بقى الموضوع سهل ولا ايه؟ ده سؤال واسع جدا جدا جدا، بس هو بمنتهى البساطه احنا بنعرف الناس ازاي تعتني باسنانها وبنحل لها المشاكل وبناخد وقايه منها كمان، يعني نعرفهم ازاي يقوا نفسهم من مشاكل طب الاسنان. يعني الموضوع سهل مع التقدم اللي احنا فيه في كل الاجهزه وكل المعدات والاسنان، ويعني وتسهيل الموضوع بقى سهل قوي عندنا، الموضوع ما بقاش كبير زي الاول، وبعدين بقى عندنا تكنولوجيا كبيره قوي لتعويض الاسنان، عندنا زراعه الاسنان، عندنا تجميل الاسنان، عندنا التركيبات الثابته والمتحركه، فكل المجالات موجوده. طب فم الاسنان الاطفال كمان، فم الاسنان الاطفال بقى الموضوع تخصص خاص للاطفال، طب اطفال الاسنان، طب اطفال الاسنان طبعا تخصص، ويعني بيشمل حاجات كتير قوي ممكن نعملها للطفل، ممكن نقيم من بعد كده كمان ان هو يحصل له اعوجاج اسنان او يفقد اسنانه بدري جدا. في تقويم يا دكتور؟ طبعا طبعا. تقويم اسنان، يعني انا من الناس اللي بشتكي مثلا عندي مثلا تقويم الاسنان، الاسنان اطفال كتير اسنانهم مركبه تقويم وكل الكلام ده. طبعا احنا عندنا كل التخصصات من اول الزراعه، التجميل، حشوات الاعصاب، حشوات التجميليه، هارد سمايل كلها، سمايل ديزاين من اول وجديد كله كمبيوترايزد، فكل التخصصات عندنا موجوده. ميرسي جدا يا دكتور، وبجد اتشرفت جدا بمعرفتي بحضرتك، ميرسي جدا، شكرا. ودلوقتي من داخل مستشفى دكتور عاطف نور الدين معانا دكتور ندى احمد استشاري طب انف واذن وحنجره. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا بيكم. احنا هنا في مستشفى دكتور عاطف بنحاول نقدم خدمات للمرضى من خلال العياده ومن خلال العمليات. من خلال العياده هنا حالات الكشوفات العاديه بالنسبه للجهاز التنفسي العلوي، وبالنسبه للعمليات عمليات جراحه استئصال الجزئين، ودي سواء استئصال جراحي او استئصال بالتبريد اللي هو اللي الناس متعرفه عليه اللي هو بالكي، وده بيوفر سهوله اكتر للمريض ان هو بيرجع لشغله فتره قصيره وسهوله البلع وكده. وبالنسبه برضو لحالات علاج الجيوب الانفيه سواء علاج بالأدوية أو علاج لو استدعي تدخل جراحي من خلال الكي بالمنظار أو استئصال للغضاريف بتاعت الجيوب الأنفية. وفي برضو بالنسبة لعلاج حالات الأذن، حالات ارتشاح الارتشاح ولا تبريد الأذن، ودي استدعت إن احنا نركب أنابيب
بحيث ان احنا نعمل تصريف للميه اللي هي رطبه الاذن. شكرا جدا للقاء حضرتك يا دكتور، وانتظروني اعزائي المشاهدين هنكمل بقيه الجوله داخل المستشفى. ومن داخل مستشفى دكتور عاطف نور الدين معانا دكتور شيماء محمد. اهلا بيكي يا دكتور. اهلا بيكم، منورنا. دكتور شيماء محمد يا جماعه بتقول ان هي في حاجه اسمها طب الاسره، انا عن نفسي اول مره اسمعها، تمام؟ فتعالوا بقى نعرف ايه هو طب الاسره. ايه هو طب الاسره يا دكتور؟ طب الاسره هو مرادف للطب الشامل، يعني الطبيب يعرف كل فروع الطب، يعني بيتعامل مع الامراض الحاده والامراض المزمنه للاطفال والكبار، النساء، الانف واذن، الجلديه، يعني بيواجه، يعني بيستقبل المريض ككل، بيستقبل اي مريض في العياده الخارجيه، بيشخصه وبيعالجه. ساعتها لو في حاجه بتعداه ممكن يحوله الاستشاري بتاعه، وبعد ما يحوله الاستشاري المريض بيرجع للطبيب الاسره تاني يكمل متابعه معاه. تمام، يعني هو بيجي بيبقى عايز يعرف ايه اللي عنده، يعني يتحول صح، يعني حتى لو يعني حاجه تعدتني انا بحوله صح، يعني بدل يعني هقابل المريض ككل، هستقبله ككل. فهمت قصدك، يعني انا جايه ومش عارفه مثلا انا عندي ايه بالظبط او تشخيصي ايه، صح؟ بالظبط كده، ولو انا هقدر اعالجك هعالج حضرتك، ولو في حاجه هتعداني بحولك. صح؟ ساعتها بقى تودي بقى للتخصص وبرجعك تاني تتابعي معايا، لو في حاجه لو بعد ما تخلصي مع الاستشاري بترجعي تتابعي معايا تاني. تمام يا دكتور، تمام. بس لا يعني هي الفكره انا اول مره اسمع عنها صراحه. تخصص مستحدث على مستوى العالم، يعني يا ريت يبقى مفعل بشكل اكبر من كده، يعني معناه ان المستشفيات مش هتبقى مكدسه بالمرضى، كل حاله ما تتحول من طبيب الاسره للتخصص بتاعها. صح؟ تمام يا دكتور، ميرسي جدا جدا، نورتينا وشرفتينا بجد بلقائك، انا سعدت جدا بلقائك. سعدنا بوجودكم معانا النهارده ودايما منورين. ورجعنا تاني ولسه مكملين ومعانا دكتورة شيماء، وفهمنا شوية برضو من موضوع طب الأسرة اللي أنا في المرتين ما كنتش فاهماه الصراحة. تمام؟ طيب يا دكتور أنا عايز أسألك، ليه طب الأسرة بيعتبروه إن هو ده طب الممارس العام؟ ليه؟ إيه السبب؟ تمام. أنا دلوقتي إن في عجز في الأطباء، ما كانش مفعل طب الأسرة أصلا في مصر هنا، فده اللي إحنا بنعمله، إن هو الطبيب بيخلص البكالوريوس بتاعه، خلص الامتياز بتاعه، شغلوه في نفس المكان اللي طب الاسره شغال فيه، اللي هو طبيب الاسره شغال فيه. فالناس تيجي تقول الدكتور ده مش فاهم حاجه، الدكتور ده بتاع كله، ده هو ده انا بقول له كذا ده بيقول لي كذا. والدكتور ده يعني هو طبيب، بس الفكره ان هو تحت التمرين، تحت التدريب، انا لسه بدربه، بس انا ما فيش حد يدربه. ان هو ممكن يكون ماسك مركز صحي لوحده او وحده صحيه لوحده، فده انا تقولي لا، ما هو ده ما بيقوليش حاجه، ده بيعملش حاجه، هو لسه تحت التدريب. فكطبيب اسره هو يعني انا شايفه ان هو لو اتطبق في مصر فهو اساس المنظومه الصحيه على مستوى العالم. يعني هو موجود في المستشفيات اني ادخل اسال على طبيب الاسره؟ الجامعات فيها طب الاسره، هو تخصص زي النساء، زي البطنه، زي الاطفال، بس مش هي ماده زيهم. ماشي، بس هو موجود في المستشفيات، لما ادخل اروح مستشفى في الوحدات الصحيه والمراكز الصحيه بس، لكن في المستشفيات الخاصه مش متواجد. المستشفيات الخاصه دلوقتي احنا بنفعله، ومن خلال مستشفى دكتور عاطف احنا عملنا عياده طب اسره، عياده ان انا بنحاول نفعل النظام ان هو نبقى في طبيب بيعرف في كل فروع الطب، يقدر يقابل اي مريض، يقدر يقابل اي مريض في العياده، ونقدر نعمل سجلات ليهم، نقدر ان احنا نتابعهم. ان احنا يعني عايزين نعملها ان من الطفل من ساعه ما اتولد، انا الامهات بتتابع هي وطفلها وهي وابنها وهي وجوزها، هي ده كله بيبقى انا عارفه، يعني ببقى قريبه من الحاله ككل، يعني انا بتعامل معاها ان انا يعني انا واحده منهم. بتبقي قاعده وبتسمعيهم وبتشوفي تشخيصهم وبتقول لهم هتعملوا ايه وهتروحوا فين، وهيجوا لي تاني انا عارفه هم خدوا علاج ايه، انا عارفه تاريخهم المرضي كان فيه ايه، من غير تاريخ مرضي هم بيعملوا متابعات وفحص شامل. طب هي كانت مدام سماح اللي كانت بتسال على النزيف دي، تمام، انت قلتي ان هي مش هتتوجه نسا، صح؟ هي هتتوجه نسا لو انا قلت لها ان هو ده محتاج تدخل جراحي،
ان هو مثلا عملية كحت وتنظيف حاجات تانية بنحتاج ان هي كده خلاص ان انا مش العلاج الدوائي مش جايب نتيجه. هي كانت سؤالها خدي بالك عشان برضو نرجع لها ان هي كان سؤالها بتقول انا اروح لدكتور ايه لان هي اساسا خايفه تروح مستشفيات عشان موضوع الكورونا اللي احنا ماشيين فيه. يبقى اروح طب الاسره. طب الأسرة ان انا هقدر هشخصها ان هي ممكن تكون بسبب حاجه بسيطه انها لخبطت في وسيله تنظيم الاسره اللي هي بتعملها في اي مشكله انه في مشكله في الضغط بتاعها هو اللي مسبب النزيف في حاجات ثانيه ممكن سبب النزيف ده. انا هنشوف سبب النزيف ايه وان دي علاج دوائي ان انا اخلي الخطوه الجراحيه دي اخر مرحله خالص ان انا ساعتها بقى ان انا اقول لها نتوجه لدكتور النساء اللي انا هكون على اتصال بيه اقول له حالتها كذا 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 ان هو بدايتها كانت عندي كذا وخدت علاج كذا وده كله بتبقى مرفقه بالفايل بتاعها لطبيب النساء. تمام. طب عايزه ارجع لك بقى في موضوع الكورونا. تمام. لان الموضوع ده خلاص المشكله انه هو بيزيد. المشكلة ان احنا داخلين دخلة مش لطيفة بدأناها كانت الدنيا الاول الوقت اللي فات هينة صغيرة بسيطة دلوقتي بدأت ان هي تزيد بدأت ان هي بنسمع ارقام وبنسمع وفيات وبنسمع اطفال بتجيلها كورونا وبنشوف بعنينا زحمة يعني الزحمة ما زالت متواجدة وبتزيد يعني خلاص اللي احنا ايه بقينا احنا والكورونا صحاب يعني تقريبا بقينا بنحب بعض حاجة زي كده عادي ما فيش مشكلة فيا جماعة انا شايفة ان احنا على اول ستة هنبقى 1000 في اليوم هنوصل ل1000 في اليوم بالشكل اللي احنا ماشيين فيه خدي بالك ان انت داخلة على اعياد تمام هتلاقي بقى ده اتجمع عند ده وده راح يزور ده وده بيمعزوم عند ده ودول نزلوا مع بعض بقى يتفسحوا مش عارفة فخلاص احنا كده هنبقى بال1000 وال2000 لو حصلش طبعا وقفة يعني في بلاد تانية وفي أماكن تانية ادت صراحة أسبوعين حظر عام حظر كلي يعني حظر عشان أسبوعين عارفة احنا لو عملنا الفكرة دي عندنا هتوقف الدنيا خالص هتوقف موضوع الكورونا فعلا هنعرف مين اللي عنده ومين اللي ما عندوش وكل بقى يقعد كده ويتكلم كده عشان في ناس قاعدة اتظلمت الناس اللي قاعدة زي حالتنا اتظلمت لما هتيجي ناس تانية تنزل هتتعدي على الفاضي حرام. طيب انت كدكتورة طب اسره يعني ايه توجهاتك ان انت تقوليها للناس توعي بيها الناس بموضوع الكورونا؟ تمام عايزه اقول لحضرتك ان هو في خلال ان احنا عملنا حظر حتى حظر جزئي ان الناس برده ما كانتش ملتزمه بالحظر ده. طب ليه يا جماعه؟ طب احنا دلوقتي احنا بنقول احنا يعني في ناس الملتزمه مش هقول ان كله كان كده. هقول ان الناس بتقول خليها على الله والكلام ده احنا مخلينا على الله مش مخلينا عليك فهي دي كلها الفكره ان انا لازم يبقى في وعي عند الناس وعي صحي عند الناس ان انا لازم انا مش واحد اتعدى باقي افراد الاسره ده دلوقتي اتعدى. الاطفال عشان بقوا قاعدين في البيوت ابتدى بقى بعض العماير والابراج والناس تنزل ولادها مع بعض ما زهقانين بقى من البيت بقى ينزلوا بقى تحت في الـ في الـ في المدخل العماره يقعدوا يلعبوا مع بعض طب ما هو لو طفل فيهم معدي ولا في اي حاجه في الارض لان احنا قلنا ان الكورونا بتبقى في الارض في الاصل وقعت منه حاجه راح خدها وما خدش باله حطها طب ما تعدى وعدى الباقي لازم نهتم بالنظافه الشخصيه لازم كل ام تهتم بافراد اسرتها لازم يبقى في نظافه للبيت نظافه على طول صدقيني انا حاسه الناس ابتدت تنظف وتطهر لان هم سمعوا الكلام ده كتير وزهقوا عارفه يعني دلوقتي لو قلت لاي انا بنظف انا بطهر انا بقيت بغسل احنا بنجيب اكياس الشيبسي والكراتيه والحاجات اللي بياكلوه دي بنغسله يا جماعه بقى بيتغسل زمان كنا بناكله يعني كان ليه طريقه ثانيه مش عايزه اقولها فيعني بقينا بنغسل الحاجه من ناحيه النظافه الناس كلها ما شاء الله بقت نظيفه تمام الفكره في حته وعي عدم الاختلاط يعني نقلل الاختلاط ده للضروره خالص يعني في المواصلات في العربيات في كل حته في كل حته انا شايفه انه الزحمه بقت اكتر يعني ما فيش مدارس في زحمه ما نفهمش ليه معظم الموظفين ما بقوش يروحوا المصانع والشركات وحاجات كتيره ابتدت تتقفل بالنص كمان وسمعت ان كمان الدوله كانت عامله ان السيدات تقعد في البيت والرجاله تقريبا اللي كانت جزء فيها بينزل وستات معينه بتقعد برضو الزحمه هي الناس الى حد كبير هي طبعا فكره الماسك ما بقتش موجوده يعني نادرا ما بلاقي الناس لابسه ماسك انا سمعت ان هيفعلوا غرامه للناس اللي مش هتلبس ماسك في اول ستة واعتقد ان احنا نستاهلها يعني وانا لازم اعمل وسيله ترهيب عشان الناس تلتزم انا لازم ان انا ما هو يعني انا ما في ما ناخد الوقايه الاول يا جماعه الناس عايزه اقول لك حاجه الناس دلوقتي بقى لنا كام شهر 4 شهور في الموضوع ده
تقريبا 4 شهور، تمام؟ الناس شايفه ان مفيش نهايه في الموضوع، فابتدت تقول لك ايه، ما انا مش هجيب ماسك بقى، انا هقعد اصرف في ماسك بقى وبتاع، ما هي الناس ماشيه عادي اهي، ده اللي بيحصل دلوقتي، وانا هجيب جوانتيات ليه؟ ما الولاد عادي هننزل وهنطلع، احنا عندنا مناعه زي الفل، مش هيحصل لنا حاجه. لازم التزم يا جماعه بالبقاء في المنزل، البقاء في المنزل ليك ولينا، احنا بننزل غصب عننا، بنسيب ولادنا وبننزل غصب عننا عشانكم. عشان يعني الشعب، عشان ما يعني غصب عنكم بجد، يعني احنا ممكن احنا نبقى راجعين وعارفين ان ممكن يبقى فينا حاجه وولادنا معانا. لا انتوا ممكن افراد اسرتنا كلها يحصل لهم حاجه. انا بوعيك، انا بديك نصيحه، انا بعالجك. ده كمان انا عايز اقول لك حاجه، الارقام اللي احنا بنسمعها 488 اخر رقم انت بتقولي عليه، يمكن يكون اكتر من كده. اقول لك ليه؟ لان دول اللي راحوا كشفوا، دول اللي حاسه ان هم تعبانين. في ناس بتبقى عارفه وحاسه تقول لك لا ما مش هروح، ما اللي يوديني انا واتبهدل بقى ودوني حجر ويدخلوني ويبهدلوني. في ناس، الناس اللي هي بتبقى بسيطه شويه بتبص لها كده، وصدقني ناس برضو مش ناس عادي متعلمين وكله، وبيبص لها فكره ان انا مش هنزل ومش هروح ومش هعمل وزي ما تيجي تيجي خلاص يعني. طب ما انت كده هتعدي الباقي على فكره، انت هتعدي بقيه اسرتك يعني. انا لو في وعي كويس عند الناس ان انا في اصلا دلوقتي ان هم يعملوا العزله يبقى في المنزل، لان مبقاش في مستشفيات تكفي الناس دي كلها. يعني خلاص احنا داخلين على ازمه ان مفيش اطباء كفايه، ومفيش مستشفيات كفايه، مفيش اجهزه تنفس صناعي، مفيش الحاجات دي كلها. فانا لازم ان انا يعني ايه، لازم لو في وعي عند كل فرد. هو الكورونا ما هي الا دور برد جديد، دور برد جديد، ما انا هيختلط عليا باعراض البرد هي ده. فانا اي حد يجي له اي عرض من اعراض البرد انا يعتبر نفسه ان هو كورونا، يعزل نفسه عن باقي افراد اسرته، وبيتصل بطبيب الاسره بتاعه بيوجهه هيعمل ايه، بيوجهه ان هو هيقول له هتاخد علاج كذا، هنلتزم بكذا، وتابعني ان الاعراض بتاعتك اتحسنت ولا ما اتحسنتش، في اي حاجه انا هقدر نوجهه تليفونيا. يعني انا ولو هو هينزل يكشف لازم يبقى بالماسك بتاعه، بالكحول بتاعه، لازم كل حاجه احتياطات لي والدكتور اللي هيبص عليه، واحتياطات للمكان اللي هو رايح فيه. تمام. فانا لو في حالات كورونا اتعزلت في البيت وخفت لوحدها، كانت مناعه جسمهم كانت اعتقد قويه فقدرت ان هي يتعافوا. في ناس كتيره بتعمل كده، بتقول لك انا مش هروح، انا هقعد. تمام، بس يلتزم، مش رايح، بس يلتزم ويحافظ على بيته. طب خدي بالك، هو هيلتزم، ماشي انا معاكي في الحته دي. طب ما هو مش هيمسك كوبايه، مش هيمسك طبق، مش هيمسك معلقه، كل ادواته الشخصيه لوحده، دخوله الحمام والخروج ما حدش يدخل غير بعده بفتره، وان هو كمان ان هو لازم ينظف بعده، هو اللي ينظف. هنقول الناس اللي في شقق حمامين، هو حمام والاسره الباقيه حمام، ماشي. طب الاسره اللي عندها حمام واحد، تمام، هننظف بالكلور على طول، كلور على طول، ننظف بالكلور على طول، ان هو نفسه هو اللي ينظف لنفسه. ما انا عايزاكي توجهي الناس بقى في الحته دي، يعني الناس بصي انا حاسه بيهم لان انا منهم، واحنا حاسين وعايشين نفس اللي انتوا عايشينه. فكرة الكورونا بقت هي أزمتنا، هي اللي بنفكر فيها 24 ساعة، هي يا رب مين هيجيله ومين مش هيجيله، يا رب إن شاء الله يا رب نتعدي الفترة دي على خير، يا رب ما نشوفش حد يتأذي من أهالينا، يا رب. يعني احنا كلنا عاملين نقول يا رب. ما انت لو مش عايز تأذي أهلك ما تروح لهمش، ده أولا. ما تنزلش من بيتك ولا تنزل ولادك يقعدوا يلعبوا تحت في العمارة، تمام، لأن انت كده بتأذي ولادك، هم زهقانين، تمام، الولاد زهقانين وكبار زهقانين وكلنا زهقانين. بس لو التزمنا كان من الاول كمان اسبوعين احنا كان لمينا الدنيا بسرعه. احنا دلوقتي الاعداد بتزيد جدا جدا، تمام، هنلم ايه ولا ايه؟ هنلم ايه ولا إيه؟ ده السؤال اللي انا بساله، هنلم يا جماعه ايه ولا ايه الوقت الجاي؟ السوبر ماركت زحمه، العربيات والطرق زحمه، الناس بتتعامل كان مفيش اي حاجه يعني عادي يا جماعه، جدا جدا جدا. الموضوع كبر للاسف، يعني احنا انا بقالي حلقتين تقريبا ما اتكلمتش في الموضوع ده، بس المره دي انا عايزه اقول انه انا بقيت كل ما بشوف خبر كل يوم من وزاره الصحه واكتشف ان الاعداد بتزيد والوفيات بتزيد، الكورونا بتزيد، تمام، انا بدات احس ان هي ابتدت تتعمل، الدايره اللي كانت واسعه ابتدت تتقفل علينا، فاهمين؟ احنا في دايره كانت واسعه، كانت بعيده عننا، لا دي بقت ابتدت تتخنق، هتوصل لنا. ما انت كل اللي انت فاكره هتعمل ايه؟ انت بتنزل، طب ماشي لشغلك مضطر، اللي بينزل اللي مش لشغله مضطر او بينزل في العموم عادي عشان عايز بس يخرج او ينفس عن نفسه او ولاده ينزلوا يتمشوا تحت شويه يلعبوا بالكلب بتاعهم ولا مش عارفه ايه، طب ما هو غلط،
يا جماعه احنا لو كنا التزمنا الاسبوعين كانت هتفرق معانا كتير. دلوقتي احنا داخلين في مرحله الخطر بجد، انا بتكلم بجد بقى المره دي، احنا دلوقتي في الخطر اللي بجد الحقيقي، اللي هو مع بدايه 6 احنا هنبقى 1000 في اليوم اصابه، والله اعلم كم وفيات. بس افتكروها، انا بقول في اول 6 هنوصل 1000 اصابه، 1000 اصابه في اليوم، مش اقل من كده. احنا بقينا 500، يعني 488 ما فرقت، النهارده تبقى 500 وحاجه. فيا جماعه ناخد بالنا ونلتزم. قولي لهم يا دكتور حاجه بقى. عايزه اقول لك ان يعني مثلا احنا كاطباء عارفين طرق الوقايه ازاي، وعارفين طرق ان انا اقدر احمي نفسي واحمي اولادي. اتكلمنا في الموضوع ده كتير صدقيني، بس تحسي ان احنا لما بنتكلم في ناس بتلتزم، بس اقول الناس دي نسبتها 10%، ال 90% مفيش. يعني عايزه اقول لك والله احنا يعني بقالنا 4 شهور ما دخلناش عند اهلنا، مع الرغم ان انا عارفه ان انا هقدر اقيهم ازاي، وان انا اعمل وقايه لنفسي، وان ان شاء الله يعني مش هيبقى في تبادل عدوى ولا في اي حاجه من دي، بس احنا يعني ايه عايزه امنع 1% اللي هو ممكن يبقى موجود. فالناس يعني تبقى عارفه انها مثلا عندها دور برد وراحه عادي، ان طب ليه يبقى في مثلا عزومات في رمضان؟ ليه يبقى في، احنا يا جماعه احنا بنقول احنا في خطر، احنا مش خطر ليك لوحدك، ده خطر للشعب كله. لا ما انا قلتها قبل كده في حلقه من الحلقات، احنا سلسله مربوطه ببعضيها، ده عدا ده، ده عدا ده، ده عدا ده، خلاص كلنا ننادي بعض. عارفه زي ايه بالظبط؟ زي اعواد الكبريت. لو حطينا اعواد كبريت يا جماعه جنب بعضيها، ولعنا واحد بس، طب اللي بعديه هيعمل ايه؟ هيولع، واللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه. هي دي الزحمه اللي احنا بنعملها، كله بيسيب بعضه زي ولعت الكبريت. طب لو شلنا واحد من الزحمه هيفصل عن الناس الثانيه. احنا كده، احنا ده منظرنا. طب انا يعني شفت مناظر برضو على السوشيال ميديا، زحمه في مكان ما، في كل الناس حته، الناس كلها لازقه في بعض، ده مش ممكن. انا وقت الحظر كان بلاقي فيه ناس في الشوارع، حظروا في الشوارع، والله وقت الحظر في ناس ماشيه في الشوارع، وناس يعني ايه قفلوا القهاوي، عاملين حاطين شاشه وقاعدين قدام البيت. اما خلاص بقى يعني قفلوا القهاوي، احنا برضو شغالين، ده عاملين قهوه في البيت يعني قدام البيت، مجمعين بتوع الشارع وقاعدين، وممكن يجمعوا بعض برضو في شقه. هو انتوا يعني بتضحكوا على مين، ولا يعني لمصلحه مين؟ بيضحكوا على نفسهم. على حساب مين؟ على حساب نفسهم، على حساب حياتك وحياتنا كلنا. للاسف اللي بيعمل كده هو كده بيجي على حساب نفسه، حياته وحياة بيته وولاده. يعني انت كده بتدمر حياتك وبيتك وولادك. اشرب شيشة، اشرب بقى اللي انت بتشربه او ايا كان، بس اعرف ان انت بكده وجايب بقى 3 4 5 معاك وقاعدين في بلكونة او قاعدين معرفش فين. طب ما انت كده بتدمر حياة الناس التانية. ما خلاص انت ممكن ما يكونش عندك حاجة، وقعد مع صاحبك اللي عنده وتروح بيتك تعدي ولادك. طب ليه يا جماعة؟ كنا نلتزم، يعني ما زلت بقول يعني في امل، يعني ما زال في امل، بصيص أمل الصراحه. بس الارقام اللي انا بشوفها محزناني بجد، الارقام اللي بشوفها كل يوم، كنا 120 150 180 بين 200 300 400، يا جماعه داخلين في 500، هنوصل كام؟ وكل يوم بنزيد ما بنقلش. يعني المعنى، وده اللي بيكشفه، عشان اعيد تاني، الارقام اللي احنا بنشوفها ده اللي بيكشفه. يعني اللي ما بيكشفوش كتير ولسه ما تعرفوش طبعا. يعني احنا اعداد كتيره جدا 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 ماشيه في الشارع وعندهم كورونا، والباقي مكمل ينزل. انا متضايقه، ربنا يحفظ شعب مصر ويا رب يعافينا، ويا رب يحفظ العالم كله. ما هو احنا كنا بنقول مصر كويسه واعدادها حلوه ومش هنعدي، وان شاء الله الموضوع ما هيغنى والله. في قوه وفي اراده برضو من ناس كتير، يا ريت ان الكل يبقى ملتزم بيها. نسبه والله ان شاء الله، ان شاء الله يعني في امل. يعني الامل انا انت شايفاه كام في المية؟ عشان انا في الحتة دي الامل ابتدى شوية حتى ينزل. لو 1% لازم نشجع بعض، لازم نشجع بعض. انا دي مش حياتي لوحدي، ده مش حياتك لوحدك، ده حياة بيتك، حياة عيلتك، حياة الناس الغاليين عندك. الناس شايفاها الموضوع عادي جدا وباستهتار كبير جدا جدا، وانا شايفة ان الموضوع اخد حجم دلوقتي الخطر. يعني انا كنت بقول انه على اخر 5، وكان في كلام انه على اخر 5 هينتهي الكورونا، وان شاء الله بامر الله. تمام؟ يا ربنا انا مش شايفه الكلام ده، معلش انا مش شايفه، انا ما هقول بامر الله وباذن الله، كله باذنه طبعا، بس هو فين الناس اللي بتعمل اللي بامر الله وباذن الله عشان نلاقي ارقام بتنزل؟ انا نفسي اشوف ال 400 دي نزلت 200، ابتدي اقول الحمد لله ان شاء الله. الفكره ان انا يعني اي حد يحس باي عرض، طبيب الاسره بتاعك، طيب الاسره بتاعك، اتصل بيه تليفونيا،
حفاظا للطبيب وحفاظا ليك وحفاظا للمكان اللي انت رايحه وحفاظا لبيتك. احنا بنقول هتتصل بيه او هتروح حضرتك هتأمن نفسك وتروح تكشف عنده وهو هيوجهك صح، هيقول لك انت هناخد علاج كذا هنمشي كذا، الاحتياطات اللي انت ممكن تلتزم بيها في البيت هتعمل ازاي، هو هيقدر يعني هو هيبقى قريب منه هيقول له مثلا انا في بيتي كم فرد، هنعمل ايه، هاكل ازاي، هشرب ازاي، طريقه طبيعه الاكل بتاعي والنظام الصحي بتاعنا. انا بدات اشوف ناس بتجيب اكل من بره وشفت المنظر ده بعيني، وناس بتشتري اكلات من بره عادي جدا والزحمه كمان قدامها قبل الفطار. انا مش هتكلم في الموضوع ده خلاص، يعني لازم تغذيه، لازم كل ام مسؤوله عن تغذيه يعني الموضوع كويس. الموضوع بجد يضايق لان احنا بنحاول نلتزم على قد ما نقدر، بنحاول ما نجيبش اكل من بره بقى لنا 3 شهور او اكتر، بس للاسف ناس كتيره لا، انا شايفه زحمه في اماكن معينه قبل الفطار مباشره، انا بلاقي محلات معينه كده وفي زحمه قدام، بلاقي عربيات واقفه، وطبعا الاماكن ابتدت تتقفل، الاكل يجي لك بره ما تدخليش جوه دليفري كله الصراحه، بس في زحمه واقفه بره قدام الباب كان في ايه يعني. فيا جماعه خلاص يعني ربنا يستر. للاسف هي كده الحلقه بتاعتنا خلصت، وربنا يستر الوقت الجاي ويحفظنا. ولو سمحت يا جماعه لو سمحت بجد بجد يعني ليكوا كلكوا يعني ده حاجه ليكوا قبل ما ليا قبل ما الدكتور قبل ما اي حد، ناخد بالنا ان احنا ما ننزلش ونلتزم بالحظر على قد ما نقدر، نلبس كمامه على قد برضو ما نقدر نلبسها لان ما بقتش اشوفها تقريبا دلوقتي كتير، تمام، ضباط الشرطه بس هما اللي لابسينها. نلتزم الوقت الجاي لان الارقام ابتدت تخوف، ارقامنا ابتدت تخوف يعني بقت وحشه، فنلتزم الوقت الجاي. ميرسي جدا يا دكتور. شكرا لك يا استاذه رولا، ويا رب دايما ان شاء الله يبقى في خير على طول ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من برنامج كل الكلام. سلام.